يا نشال. اي امسك. ما يصحش. امسك. مع السلامه. كام دول؟ انت قاضي يا خداع يا منافق يا كذاب يا غشاش. يا عم كل ده في ايه؟ انت بتضحك عليا يا قاضي، انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه، هي مين البنت الرقيقه القويه الجميله دي اللي كلكم بتخافوا منها وبتحترموها؟ ايوه اللي التذكره معاها، مين دي؟ البنت اللي معاها التذكره دي تبقى حبيبتي انا، بنت الملك معلم شوقي سفينه. لو تقدروا بقى تاخدوا التذاكر روحوا خدوها. وبعدين احنا لازم نروح نجيب التذكره عشان عليها الرقم. رقم؟ رقم ايه؟ انت قاعد رقم ايه؟ انا شجره ما بتكلمش. الرقم القومي. هو الرقم القومي بتاعه طويل ما بيحفظوش فبيكتبوا على الحاجات. رقم قومي ايه؟ الموضوع ده مش مريحني. الموضوع ده شكله فيه ان بتقعد هنا انت وهو ما تتحركش تروح في حته، وانا هروح احتفل مع الرجاله في سوان عيد الحصاد. ها؟ وارجع لكم بقى اشوف الموضوع ده اخرته ايه. ماشي ماشي في المناشي. وانت ماشي كل سنه وانت طيبين. طيب بارك لنا على الناس. عيد سعيد ويعود عليكم الجوانات بخير. ما تنساش كحك البانجو بقى. يلا بينا. يلا بينا فين؟ انت ما سمعتش بيقول لك ايه؟ الرجاله كلهم في سوان عيد البانجو وكلهم بيحتفلوا وملهيين، ده انسب وقت نروح فيه البيت للبيت واقول لها ان هي عجباني. هي دي مين دي اللي عاجباك يا؟ قصدي نجيب التذكره. بقول لك ايه، بلا قصدك بلا مش قصدك، قول لي مين اللي عاجباك؟ البنت اللي كانت واقفه على الباب وخدت التذكره. وانا عمري ما اقف في طريقك يا ابني. شفت في عينيها انعكاس ضوء القمر. الله. على سواعد مزارع البنك. شفت الطيبه اللي جوه كل طفل مرتاح وهو بيجري من غير بامبرز ومش همه الناس ولا الطريق. شفت الفلاح وهو بياكل مش. ايه ده؟ شفت الحنية. ايه اللي على دماغك ده يا؟ في ايه؟ دماغك بتزرع. يا بصل يا عم. والله بتزرع يا دلوقتي. لا ما بتزرعش، انما من شويه لما بتقول الكلام بتاع الحب ده كان في زرع على دماغك. يا عم ما فيش الكلام ده، يلا بسرعه نلحق نروح للبت دي. يلا. يلا.